مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن الحوار في القرآن. وحوارنا النهاردة هو حوار لقمان مع ابنه، وتسمت السورة كاملة باسمه لأن الوصايا اللي وصاها لقمان في حواره مع ابنه فيها قواعد أساسية في العقيدة. الأول، مين هو لقمان؟ هو مش نبي، هو كان راجل حكيم، كان مصري من أسوان، اتولد في زمن نبي الله داود عليه السلام، وعاش لزمن سيدنا يونس، وكان من علماء بني إسرائيل. الحوار في السورة أكد على مفتاح مهم جدا، هو من أهم مفاتيح فهم العقيدة واستيعابها وتطبيقها. المفتاح ده هو الحكمة، والحكمة مش بتتوجد لمجرد وجود العلم. العلم هو معلومات سهل يكتسبها ناس كتير، لكن الحكمة هي توظيف العلم ده في مكانه المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مصدر الحكمة الأساسي هو ربنا سبحانه وتعالى، والقرآن هو الكتاب الحكيم، أداة الحكمة. فالحوار وضح نموذج الإنسان الحكيم اللي اتبع الآمر مصدر الحكمة ربنا سبحانه وتعالى، واتبع أدوات الحكمة المنهج القرآن. ملخص حوار سيدنا لقمان انه يعتبر الخطوات اللي بيها نوصل للحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. البداية ربنا بيعرفنا على سيدنا لقمان انه اتصف بالحكمة، وان اول صفة اتربطت بالحكمة هي الشكر لله. اشمعنى الشكر؟ لان الشكر معناه انك موافق وراضي على صانع ربنا ومنهجه، والشكر الحقيقي الصادق ما بيتوجدش غير عن معرفة. فبدايته انك تتعرف على ربنا الاول ومنهجه وتثق فيه، فتطيع اوامره وتسلم لتدابيره، فتعيش حالة شكر لله وانت راضي. كل ده محتاج خطوات، مش هيحصل فجأة. الخطوات دي هي مجمل نصايح لقمان في حواره مع ابنه. اول وصية كانت: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الشرك مش فكرة شرك بالله، هي فكرة الشراكة مع الله بصفة عامة، يعني انك تدي الحاجة في الدنيا حجم اكبر من حجمها وتحطها في مكانة تعظمها وتشغلك عن مكانة ربنا وعظمته، فتبقى هي اعظم من ربنا جواك. دي من معاني الشرك اللي بتصرفك عن الطريق. وتاني وصية بعد عدم الشرك بالله، التوصية بالوالدين. ووصينا الانسان بوالديه وقال له: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ليه المكانة العظيمة دي ربنا اختصها للوالدين؟ لأن هم رمز عظيم لسبب الوجود في الدنيا، وغير كده هم أول نموذج لمعنى الربوبية في الأرض للطفل، لأن هم بيكونوا مصدر الرزق والعطاء له، فيبدأ يتزرع جواه فكرة وجود مصدر للعطاء، فيتعرف على المصدر الرئيسي ربنا سبحانه وتعالى، فيترسخ معنى العبودية. فربنا وصى حتى لو أشركوا بالله فصاحبهم في الدنيا معروفة. وهنا فيها توضيح مهم، ان الصحبة بالمعروف للأهل مش مرتبطة بفكرة الطاعة العمياء في الأمور اللي ملهمش حق فيها. وبعدها وصى لقمان ابنه بأهم رسالة لوجودنا في الأرض، وهي تفعيل الضمير، ووضح له قدرات ربنا في اطلاعه وإحاطته بكل شيء في الدنيا ودقة حسابه وعدله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فكرة إن الضمير يكون حي دايما في كل التفاصيل، فتبقى عادل في حق نفسك أو اللي حواليك، دي أساسيات الوصول للحكمة. تواجد الضمير بشكل مستمر وتلقائي، فده محتاج تطبيق 6 حاجات وصى بيهم لقمان ابنه. الستة دول وجودهم بيوصلوا الإنسان بالله فيتفعل الضمير طول الوقت. أول 3 هما: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. 3 حقوق: حق ربنا الأول بالصلاة والوصل، وحق الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحق نفسك عليك بالصبر على كل ده فتطمن وتتزن في كل أمورك. والـ3 التانيين تفاصيل في الأخلاقيات، في التعاملات مع البشر، وجودها بتضمن لك سلامة القلب اللي هيضمن وجود الضمير والعدل. أولها: ولا تصاعر خدك للناس، يعني ما تتعالاش في كلامك مع الناس، والسلوكيات تكون فيها تواضع واهتمام. هي أمور تبان بسيطة لكن نزل فيها قرآن، لأن سلوك زي ده بينعكس على إحساسك بالآخرين ومراعاتهم ويشيل أي كبر من جواك، وكل ده بيؤدي لأن قلبك يبقى سليم وبصيرتك تكون سليمة فضميرك يكون حي. الحاجة التانية: واقصد في مشيك. اقصد في مشيك يعني خليك متزن في سعيك في الحياة بشكل عام، أفعالك محسوبة، مقصدك واضح، ده بينور البصيرة فبيحافظ على الضمير حي. والوصية الأخيرة: واغضض من صوتك.
السيطرة على الانفعال والغضب وعلى السلوك بشكل عام، كل ده بيأثر على اتزانك ونظرتك للأمور، وإنك تكون صاحب ضمير حي بيرشدك في كل تفاصيل حياتك، وبالتالي وصولك لمعاني الحكمة. يقال إن وصايا لقمان حوالي 70 وصية، لكن دول الأساسيات اللي القرآن ذكرهم في حوار لقمان مع ابنه، وهنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.